أعزائي طلاب التعليم الفني الصناعي، أهلا ومرحبا بكم يا شباب، وحلقة جديدة وبرنامجنا المفضل لدينا جميعا في بيتنا المدرسة. أهلا حبايبي، والنهاردة إن شاء الله حلقتنا هتدور حول عناصر التحكم النيوماتيكية، وحلقتي هتهم جدا تخصصات الشعبة الميكانيكية، تخصص أجهزة دقيقة، وتخصص تحكم، وأيضا تخصص ميكانيكا صيانة وإصلاح. أهلا بكم أعزائي الطلاب، ونبدأ حلقتنا مع مكونات عناصر النظم النيوماتيكية. هنبدأ بالسلندرات مع بعضينا كده على الشاشة، هنشوف إيه هي أنواع السلندرات، السلندر بستخدمه في إيه، وإيه هي الأنواع المختلفة من كل نوع. تمام، هنبدأ مع بعضينا. الشاشة بتاعتنا بتعرض لنا بتقول الاسطوانات أو السلندرات. السلندر عندي منه أنواع مختلفة زي ما احنا شايفين كده، ده السلندر أحادي التأثير. والسلندر أحادي التأثير هنا هو بنعرفه ازاي؟ هو بيكون ليه فتحة وحيدة لدخول وخروج الهواء. تمام، بيبقى ليه فتحة واحدة لدخول وخروج الهواء المضغوط. الفتحة دي هي المسؤولة عن دخول الهواء أو رجوع الهواء، وبناء عليها هو لو أنا دخلت الهواء بتاعي من فتحة واحدة، فبالتالي بيبقى بنسمي السلندر ده سلندر أحادي الفعل. سلندر أحادي الفعل معناه إن أنا بأثر بالهواء المضغوط من خلال فتحة واحدة. طيب الهواء المضغوط اللي بيدخل عندي ده بيأثر على إيه؟ بيأثر على المكبس وعلى ذراع المكبس، بيأثر على المكبس وعلى ذراع المكبس، بيبدأ يحرك لي المكبس ده للأمام. طيب لما بحرك المكبس للأمام، المكبس ده بيتحرك تحت تأثير مين؟ تحت تأثير الياي، يعني قوة الهواء اللي أنا بدخلها بتأثر على المكبس، بتبدأ القوة بتاعتي دي بتاعت الهواء تزداد حتى تصل إلى قيمة تتغلب على مقاومة الياي أو الزنبرك اللي قدامنا دوت، وتبدأ تدفعه للأمام، وبالتالي تبدأ اليد الذراع المكبس بتاعي يتقدم ويديني مشوار التقدم. طيب أنا عايز أرجع السلندر، هعمل إيه؟ هيتم سحب الهواء المضغوط الغير مضغوط، هيتم سحب الهواء الغير مضغوط من خلف السلندر. أول ما أسحب الهواء الغير مضغوط هعمل خلخلة للإيه؟ للقوة بتاعتي، فبالتالي هيبدأ الياي بتاعي يرد ويرجع للوضع الأصلي بتاعه، ويبقى كده عملت مشوار تقدم مشوار رجوع بفعل دخول الهواء وسحب الهواء من خلال فتحة واحدة. لذلك تم تسمية هذا العنصر بالسلندر أحادي التأثير أو أحادي الفعل. طيب انواعه ايه بقى؟ عندي سلندر احادي الفعل بياي رجوع اللي احنا قلنا عليه ده، يتقدم بضغط الزيت ويرجع بالايه؟ بالياي، يتقدم بضغط الزيت وهيرجع بالياي. طب انا عندي نوع تاني من السلندر احادي الفعل، قال لي ده سلندر ثنائي الفعل، بس انا عايز اقول لك ان احنا عندنا نوع اخر من السلندر احادي الفعل، وهو السلندر الدافع. السلندر الدافع بيبقى احادي الفعل، بيتقدم بضغط الهواء وبيرجع بتاثير الحمل بتاعه، بيتقدم بضغط الهواء وبيرجع بتأثير مين؟ الحمل. يبقى أنا كده عندي كام نوع من السلندرات؟ نوعين، السلندرات الأحادية الفعل، عندي نوعين من السلندرات أحادية الفعل، سلندر أحادي الفعل بياي رجوع، وسلندر أحادي الفعل بنسميه دافع. يعني إيه دافع؟ يعني بيتقدم بضغط الهواء وبيرجع بتأثير الحمل. إنما السلندر الأحادي الفعل بياي رجوع بيتقدم بضغط الهواء وبيرجع بتأثير الياي. يبقى أنا الملخص بتاعي إن أنا عندي نوعين من السلندر أحادي الفعل أو التأثير، سلندر أحادي الفعل يتقدم بضغط الهواء ويرجع بتأثير الياي، والنوع التاني سلندر أحادي الفعل الدافع يتقدم بضغط الهواء ويرجع بتأثير الايه؟ الحمل. دول كده النوعين من السلندرات أحادية الفعل. طب احنا عندنا نوع تاني يمس من السلندرات؟ عندي نوع تاني يسمى السلندر مزدوج التأثير أو مزدوج الفعل. طب ايه دوره؟ هنشوف بقى دوره دلوقتي على السلايد اللي قدامنا. السلندر مزدوج التأثير، السلندر مزدوج التأثير هو عبارة عن ايه؟
عبارة عن مكبس وذراع مكبس، ولكن له فتحتان للتأثير بالهواء المضغوط، فتحة لدخول الهواء المضغوط وفتحة لسحب الهواء الغير مضغوط من أمام الإيه؟ من أمام المكبس. علشان كده طالما في فتحتين لدخول وخروج الهواء فأنا بقول عليه سلندر ثنائي الفعل. ليه ثنائي الفعل؟ لأنه له فتحتين لدخول وخروج الإيه؟ الهواء. يبقى أنا بأثر على تشغيله من خلال فتحتين للهواء. طب السلندر ده ليه أنواع؟ آه ليه أنواع. أول نوع اللي قصادنا اللي هو السلندر ذو ذراع من جانب إيه؟ من جانب واحد. وهنا بيجي يسألني أنا عايز أعرف في السلندر مفرد التأثير مزاج التأثير ده اللي هو ذو ذراع من جانب واحد، قوة التقدم أكبر ولا قوة الرجوع؟ هنشوف بقى يا ولاد. بص دلوقتي انت لو بصيت كده من خلف المكبس بتاعي، خلف المكبس الجزئية دي، مساحة المقطع اللي هنا أكبر من مساحة المقطع اللي قدام الأمام الإيه؟ لأمام المكبس. طالما مساحة المقطع عندي أكبر يبقى أنا لما أجي أدفع السلندر للأمام هتبقى قوة دفعه للأمام أكبر من قوة رجوع السلندر للخلف. يبقى لما يجي سؤال يقول أيهما أكبر، قوة السلندر ده للأمام ولا رجوع السلندر للخلف؟ لا، قوة السلندر للأمام. لماذا؟ لأن مساحة مقطع مرور الهواء في التقدم أثناء مشوار التقدم أكبر منها في مشوار الإيه؟ الرجوع. لذا فإن مشوار التقدم يتم بقوة أكبر من مشوار الرجوع. ده كده أول نوع من السلندرات ثنائية التأثير، وبنقول عليها السلندر ذو ذراع من جانب واحد. طيب عندنا سلندر تاني بنقول عليه السلندر التلسكوبي. طيب السلندر التلسكوبي ده بيختلف عن السلندر مزدوج التأثير ذو ذراع من جانب واحد بإيه؟ إن الذراع بتاعه بيكون ذراع بيتمدد. بص يا ولاد دلوقتي الذراع بتاعه هنا بيبقى ايه؟ بيتمدد عامل زي الاريال كده، بيديني اكتر من طول مشوار، بيديني اكتر من طول ايه؟ مشوار. طب استخدم السلندر ده في ايه؟ لما اكون عايز مشوار تشغيل طويل، فبالتالي السلندر ده بيديني سماحية اني احصل على عدد مشاوير باطوال مختلفة. تمام يا حبايبي؟ ده السلندر الايه؟ التلسكوبي، وده نوع اخر من السلندرات ثنائيه التاثير. في عندي سلندر ثالث اللي هو سلندر مزدوج التاثير ذو ذراع من كل جانب، وده بيعطي قوتان متساويتان في اتجاهين متضادين. بيعطي قوتين متساويتين في اتجاهين ايه؟ متضادين. يبقى انا كده لما يجي حد يسالني هي ايه انواع السلندرات؟ اه انواع السلندرات من حيث الوظيفة هما اتنين، سلندرات مفردة التأثير وسلندرات مزدوجة التأثير. طيب السلندرات مفردة التأثير في منها كم نوع؟ في منها نوعين، سلندر مفرد التأثير بياي رجوع وده بيتقدم بضغط الهواء وبيرجع بتأثير الياي، وسلندر مفرد التأثير بنسميه السلندر الدافع وده بيتقدم بضغط الهواء وبيرجع بتأثير الحمل. بينما السلندرات مزدوجة التأثير في منها 3 أنواع. طيب ايه انواعها؟ سلندر مزدوج التأثير ذو ذراع من جانب واحد وقوة تقدم بتاعته بتكون أكبر من قوة الرجوع. لماذا؟ لأن مساحة مرور الهواء وضغط الهواء في مشوار التقدم أكبر منها في مشوار الرجوع. طب هل أنا عندي سلندرات مزدوجة التأثير أخرى؟ أيوة، عندنا السلندر مزدوج التأثير ذو ذراع من كل جانب، وهذا السلندر يعطي قوتان متساويتان ولكن في اتجاهان متضادين. طب حلو قوي. طيب حضرتك قلت لنا انا عندي كده سلندر بيديني قوة تقدم اكبر من قوة الرجوع، ده انهي نوع من السلندرات؟ برافو عليكم، يبقى ده السلندر مزدوج التأثير ذو ذراع من جانب ايه؟ واحد. حضرتك بتقولي ان في سلندر تاني بيديني قوتين متساويتين ولكن في اتجاهين متضادين، ده انهي نوع؟
ده السلندر مزدوج التأثير ذو ذراع من كل ايه؟ من كل جانب. طب نركز يا ولاد، السلندر بقى يا ميس اللي بيدينا طول مشوار كبير جدا، واقدر اغير في طول المشوار بتاعي من خلاله، ده السلندر مزدوج التأثير التلسكوبي. تمام يا ولاد؟ يبقى احنا عرفنا كده انواع الايه؟ السلندرات. مع بعضينا بقى ناخد عنصر اخر من عناصر ماكينات منظومات التحكم النيوماتيكية اللي قدامنا ده يا ولاد. ده ملخص لانواع السلندرات اللي احنا قلنا عليها. عندنا اول حاجة سلندر مفرد التأثير، بنقول عليه سنجل اكت سلندر. وعندنا سلندر مزدوج التأثير ذو ذراع من جانب واحد اللي هو الدبل اكت سلندر. سلندر مزدوج التأثير ذو ذراع من جانب واحد قابل للضبط، وسلندر مزدوج التأثير خامل. طب احنا عندنا عناصر اخرى، احنا عندنا عناصر اخرى من عناصر مكونات النظم النيوماتيكية. ايه هي بقى العناصر دي؟ احنا خلصنا كده السلندرات، عندنا عناصر اخرى تسمى الصمامات. يبقى انا عندي السلندرات، ده احد العناصر اللي احنا هنتكلم فيه دلوقتي، الصمامات. هل انا عندي نوع واحد يا مس من الصمامات بيتركب فيه المنظومات النيوماتيكية؟ لا، احنا عندنا اكثر من نوع من الصمامات. مع بعضينا بقى على الشاشة، عندي صمامات التحكم في الاتجاه اللي بنقول عليها الدايركشن كنترول فالفز. طيب عندنا صمامات اسمها صمامات عدم الرجوع اللي هي بنقول عليها النون ريتيرن فالفز. طيب عندنا صمامات التحكم في التدفق اللي بنقول عليها فلو كنترول فالفز. طب عندنا صمامات اخرى اسمها صمامات التحكم في الضغط اللي احنا بنقول عليها البريشر كنترول فالفز. يبقى انا عندي كام نوع من الصمامات يا اولاد؟ عندي اربع انواع. اول نوع صمامات التحكم في ايه؟ في الاتجاه، اللي هي بنسميها صمامات التحكم التوجيهية. عندنا تاني نوع صمامات التحكم في ايه؟ اللي في عدم الرجوع، الصمام اللا رجعي، وده ليه انواعه. كمان عندنا صمامات التحكم في التدفق اللي هي الصمامات الخانقة. كمان عندنا صمامات التحكم في الضغط اللي احنا بنقول عليها البريشر كنترول فالفز. دي كده انواع الصمامات بصفة عامة. هنمسك كل نوع ونعرف ايه هي انواعه وكل حاجة فيه بتستخدم ازاي، وازاي اقدر اقرا الصمام واعرف نوع الصمام. مع بعضينا بقى، الاول نوع من انواع الصمامات اللي هي اجزاء صمام التحكم التوجيهي، هو ده صمام التحكم التوجيهي. طب قبل ما ندخل على اجزائه، هو يا ميس دلوقتي الصمام ده اصلا فايدته ايه في الدايرة؟ احنا قلنا يا اولاد اسمه صمام التحكم التوجيهي، يعني صمام يتحكم في توجيه الهواء العناصر الدائرة النيوماتيكية. يبقى احنا قلنا دلوقتي صمام التحكم التوجيهي يعني يتحكم في توجيه الهواء العناصر التحكم داخل دائرة التحكم الايه؟ النيوماتيكية. هذا الصمام يتكون من ايه؟ يتكون من حاجة اسمها الجزء الخلفي او اليميني للتشغيل، والجزء اليساري للتشغيل، وعندنا الجزء الاوسط ده اللي هو اوضاع التشغيل، بنسميها عليه اوضاع الايه؟ اوضاع التشغيل. يعني الياي ده بنقول عليه الليفت ايه؟ اكتورز، اللي هو الجزء اللي هو ايه؟ الليفت. طب والرايت اللي هو الجزء اليمين، اللي هو الرايت اكتور، اللي هو الجزء ده. طيب ده عبارة عن ايه؟ ده عبارة عن اسلوب التشغيل بتاع الصمام. طب وده بيبقى دايما بيبقى معظم الاوقات بيكون في ايه؟ ياي او سبرينج ريتيرن، اللي بنقول عليه ياي الرجوع، اللي هو الجزء التشغيلي الاخر. طب الجزء اللي في النص ده بيبقى عبارة عن ايه؟ بيبقى عبارة عن اوضاع التشغيل بتاعتي، اوضاع التشغيل اللي بتديني وضع التقدم وبتديني وضع الرجوع بتاع البستم بتاعي. يبقى مين اللي بيتحكم في حركة البستم؟ هو الصمام. خروج الهواء من الصمام هو اللي بيتحكم لي في حركة البستم او السلندر بتاعي. ده كده شكل صمامات التحكم التوجيهية. طب وظيفتها ايه؟ احنا قلنا وظيفتها ان هي بتتحكم في توجيه الهواء العناصر الدائرة النيوماتيكية.
طيب احنا عايزين نعرف دلوقتي صمام التحكم التوجيهي 3 على 2، يعني ايه 3 ويعني ايه 2؟ احنا عندنا هنا يا ولاد اي صمام بيتسمى ازاي؟ بعدد الفتحات في الوضع الواحد على عدد الاوضاع. لما اجي اقول 3 يبقى انا عندي 3 فتحات في احد المربعات دي. طب المربعات دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن الاوضاع. يبقى عدد الفتحات في الوضع الواحد على عدد الاوضاع يديني مسمى الصمام. الصمام ده احنا قلنا كام؟ 3 على 2، يعني في 3 فتحات وعنده وضعين، في 3 فتحات في كل وضع وعنده كم وضع؟ وضعين. يبقى نسمي الصمام ازاي؟ عدد الفتحات. طب السهم ده يا مس بيدل على ايه؟ ده بيدل على فتحتين، فتحة علوية وبتسلم فتحة ايه؟ سفلية. طيب الطبة دي او الشكل ده عبارة عن ايه؟ ده عبارة عن طبة، يعني فتحة مسدودة، فتحة ايه؟ مسدودة بطبة. طيب يبقى انا عندي كده في المربع ده كام فتحة؟ المربع اللي قصاد الواحد كام فتحة؟ قلنا السهم بتاعي بفتحتين، وعندي فتحة تانية، يبقى انا عندي 3 فتحات في الوضع الواحد. طيب ما احنا عندنا عدد الفتحات بيبقى متماثل في الاوضاع، يبقى انا عندي 3 في كل وضع. طيب على كام وضع بقى؟ على وضعين، يبقى الصمام بتاعي 3 على 2. يبقى صمام التحكم التوجيهي ده 3 على 2. طب احنا عايزين نقول احنا صمام التحكم التوجيهية 3 على 2 ديت هي كلها نوع واحد؟ قال لي لا، ده فيها نورمالي اوبن ونورمالي كلوز. يعني ايه؟ يعني صمام ده كده بنسميه نورمالي اوبن، نورمالي ايه؟ كلوز. طالما هو السهم نازل لتحت كده يبقى انا برجع الهواء، يبقى انا هنا مش هشغل. طالما مش هشغل يبقى ده نورمالي كلوز، يبقى طالما مش هشغل يبقى ده مغلق في الوضع الايه؟ في الوضع العادي. يعني ايه وضع عادي يا ميس؟ الوضع الملامس للسبرينج ريتيرن. شفت السبرينج ريتيرن بتاعنا اللي هو السوسته بتاعتنا ديت؟ الوضع الملامس ليها بيسمى الوضع العادي. طيب الوضع العادي ده السهم بتاعي نازل ولا طالع؟ السهم بتاعي نازل، يبقى انا عندي الصمام ده مغلق ولا مفتوح في الوضع العادي؟ ده كده مغلق في الوضع الايه؟ العادي. طيب انا عايز اعرف الوضع التاني. الوضع التاني اهو، انا اول ما هضغط على الزرار هنا هبدا اشغل من خلال الوضع ده، يبقى الوضع التاني بتاعي بيبقى ايه؟ مفتوح. انما الوضع الاول بيبقى وضع ايه؟ مغلق. وطالما الوضع الاول مغلق بنسميه صمام 3 على 2 مغلق في الوضع الايه؟ العادي. عايزين نشوف شكل الصمام اثناء تشغيل السلندر. اه احنا قلنا صمام 3 على كام على 2. الاول الوضع الاول بتاعه هو وضع رجوع، فبالتالي الهواء انا بسحبه من السلندر بنزله على الكمبريسور. في الحالة دي الرجوع بتاع السلندر بتاعي في حالة ايه؟ في حالة رجوع. يبقى الوضع الاولاني احنا قلنا نورمال كلوز. ليه؟ لان الوضع الاولاني لما شغلته سحب لي الهواء، ما دفعليش الهواء، يبقى ده وضع الرجوع. يبقى الوضع الاول يسمى وضع الايه؟ الرجوع. لذلك سميت الصمام ده صمام 3 على 2 نورمال كلوز، يعني مغلق في الوضع العادي. طب لأول بقى ما اضغط على زرار التشغيل هينتقل الوضع العادي اللي الوضع الاول ده على الياي، يبدأ يتحرك على الياي ويبدأ يجيني الوضع الايه؟ التاني. الوضع التاني بتاعي اللي هو عبارة عن وضع التشغيل. هنا بقى هبدأ اضغط ايه؟ هوا. اول ما اضغط هوا يروح مقدم لي مين؟ يقدم لي البستن بتاعي، يقدم لي الايه؟ البستن بتاعي. طيب يبقى في الحالة ديت يا ولاد انا عندي الصمام اسمه ايه؟ صمام 3 على 2 نورمالي كلوز. نورمالي كلوز لان هو كده مفتوح من قبل ما انا مدي اشارة ايه؟ لزراع الصمام. يبقى في العادي هو بيرجع السلندر، في العادي هو مغلق ما بيعملش عملية تشغيل، انما اول ما اضغط عليه هيبدأ يعمل عملية تشغيل ويقدم الايه؟ يقدم السلندر بتاعي للامام. ده كده وظيفة او طريقة تشغيل الصمام 3 على 2 لتشغيل السلندر احادي التأثير. احنا عايزين نعرف برضك يا اولاد ان السلندر
سلندر اللي هو الأحاد التشغيل ما يشتغلش غير بصمام 3 على كام؟ على 2. ما يقدر ما نشغلوش غير بصمام كام؟ 3 على 2. تمام يا أولاد؟ طب أنا عندي إيه اللي موجودة دلوقتي؟ إشارات التحكم في نظام في النظم النيوماتيكية. إشارات التحكم عندي هنا دي إيه؟ إشارة تحكم يدوية، دي إشارة تحكم إيه؟ يدوية. طب إيه ده بقى؟ عندي هنا مفتاح ضاغط، ده عبارة عن إيه؟ التشغيل عن طريق مفتاح إيه؟ ضاغط. طب وهنا قال لي ده التشغيل عن طريق بكرة أو رفعة. ده التشغيل عن طريق ايه؟ دواسة. التشغيل عن طريق دواسة. التشغيل ده كله بقول عليه تشغيل ايه اولاد؟ تشغيل يدوي. التشغيل ده كله بقول عليه تشغيل ايه؟ تشغيل يدوي. يبقى التشغيل اليدوي اما يتم عن طريق زرار اون اوف، او عن طريق زرار ضاغط اللي بنقول عليه البوش بوتوم، او هيتم عن طريق رفعة، او هيتم عن طريق ايه؟ دواسة. ده كده أنواع التشغيل لصمامات التحكم النيوماتيكية اليدوية. طب عندنا ايه كمان؟ قال لي تشغيل ميكانيكي. تشغيل ايه؟ ميكانيكي. تشغيل الميكانيكي يتم عن طريق ايه؟ ياي. اما ياي بحطه في اتجاه واحد، او الياي بحطه فين؟ في الاتجاهين. وعندي بكرة، البكرة بتاعتي ديت بيبقى عبارة عن تشغيل ميكانيكي لليمت سويتش، يعني البكرة ديت هي بتحدد عن طريقها طول الايه؟ طول المشوار. وعندي حاجة كمان اسمها بكرة لتحديد نهاية الايه؟ المشوار. طيب ده كله بنسميه تشغيل الايه؟ الميكانيكي. يبقى التشغيل الميكانيكي بيكون عن طريق مين؟ اما ياي من اتجاه واحد، او ياي في كل اتجاه، او بكرة، او بكرة برفعة، او بكرة بايه؟ برفع. ده كده التحكم الميكانيكي، التحكم الايه؟ الميكانيكي. يبقى انا دلوقتي قلت بالنسبه للصمامات عندي انواع الصمامات، صمام 3 على 2. عرفت ازاي ان هو 3 على 2؟ لما الصمام يكون فيه غرفتين وكل غرفه تحتوي على 3 فتحات. طب لو الصمام فيه غرفتين وكل غرفة تحتوي على 5 فتحات، يبقى ده صمام 5 على 2. طب حضرتك سميتيه ازاي يا مس؟ جبنا عدد الفتحات الموجودة في كل وضع، في كل غرفة، في كل مربع، وقسمناها على عدد الأوضاع اللي هي عدد المربعات. لما هتقسم عدد الفتحات الموجودة في وضع على عدد الأوضاع هيدينا تسمية الصمام. صمام 3 على 2 يعني إن الصمام ده له غرفتين وكل غرفة بيها 3 إيه؟ 3 فتحات. طيب أما جينا قلنا بقى تشغيل الصمامات ديت هيكون إيه أنواعه؟ قال لي عندي تشغيل يدوي وعندي تشغيل ميكانيكي. التشغيل اليدوي إزاي؟ والله لو حطيت لي زرار أون أوف يبقى أنا هشغله بإيدي، لو حطيت لي زرار ضاغط يبقى أنا هشغله بإيدي، لو عملت لي رفعه او بكره يبقى ده تشغيل ايه؟ ميكانيكي. لو حطيت لي سبرينج ريتيرن يعني ياي في اتجاه او في الاتجاهين يبقى ده تشغيل ايه؟ ميكانيكي. يبقى احنا عرفنا ان الصمام ده نعرف نسميه ازاي، وبعد كده نقدر نشغله بكام طريقه، اما طريقه يدويه او طريقه ايه؟ ميكانيكيه. طب هل في تشغيل تاني؟ ايوه، مع بعضينا عندنا التشغيل النيوماتيكي وعندنا التشغيل الكهربي. تمام، نبص بقى مع بعضينا نشوف التشغيل النيوماتيكي هيجي لنا ازاي والتشغيل الكهربي. طيب التشغيل اللي قدامي ده التشغيل النيوماتيكي اهو، اما اثر بفتحة هواء من اتجاه معين، او اثر بهواء مضغوط اللي هي اشارة نيوماتيكية غير مباشرة. إما أأثر بإشارة نيوماتيكية مباشرة أو أأثر بإشارة نيوماتيكية غير إيه؟ غير مباشرة. يعني إيه إشارة نيوماتيكية في النهاية؟ يعني إشارة ضغط هواء. إما أأثر بيها بطريقة مباشرة أو أأثر بيها بطريقة غير إيه؟ غير مباشرة. والتحكم ده يسمى التحكم النيوماتيكي. طب إيه هو بقى يا ميس التحكم الكهربي؟ مع بعضينا، إما أحط سولونويد يعني ملف كهربي أأثر بيه على الصمام أفتح الهواء وأقفله، أو أحط سولونويد مزدوج في كل اتجاه أحط سولونويد. يبقى أنا عندي لإما أحط سولونويد واحد أو أحط سولونويد في كل إيه؟ في كل اتجاه. يبقى ده
اسمه التحكم الكهربي، اسمه التحكم الايه؟ الكهربي. يبقى انا كده عندي حاجة اسمها كمان التحكم المزدوج. يعني ايه التحكم المزدوج؟ يعني اجيب تحكم كهربي مع تحكم نيوماتيكي، يبقى انا عندي حطيت تحكم اسمه تحكم ايه؟ مزدوج، وحطيته في الجنبين، حطيته على الجنب اليمين والجنب الايه؟ الشمال للصمام. يبقى اذا التحكم ده يسمى التحكم المزدوج. دبل كنترول. يعني ايه الدبل كنترول؟ يعني انا بأثر على العنصر بتاعي بنوعين من التحكم، التحكم الكهربي والتحكم الايه؟ الهوائي. لذلك قلت عليه التحكم الايه؟ المزدوج. طيب احنا عايزين قبل ما ندخل على النقطة التانية نقول احنا قلنا ايه في الجزئية دي. احنا بدأنا نشرح في الصمامات، اول نوع من الصمامات اللي احنا شرحناه دلوقتي صمامات التحكم التوجيهي. عرفنا ان صمامات التحكم التوجيهية ديت هي عن طريقها بقدر اتحكم في توجيه الهواء داخل دائرة التحكم الايه؟ النيوماتيكية. يبقى عن طريق صمامات التحكم التوجيهية قدرت اتحكم في توجيه الهواء داخل الدوائر النيوماتيكية. حلو قوي. طيب الصمامات ديت انواعها كتير جدا، طب اعرف الانواع بتاعتها ازاي؟ اعرف لي عدد الفتحات الموجودة في احد اوضاع الصمام على عدد الاوضاع للصمام، في الحالة دي هتقدر تسمي اسم الصمام. طب مثال يا ميس، لو انا عندي صمام 3 على 2 معناه ان انا عندي 3 فتحات في الوضع بتاعي على وضعين، يبقى ده صمام 3 على 2. طب انا عندي صمام 5 على 3 معناه ان انا عندي 5 فتحات في احد الاوضاع وعندي 3 اوضاع. طب انا عندي صمام 4 على 5 معناه ان انا عندي عدد فتحات 4 في كل وضع وعندي 5 اوضاع، لذلك سميته 4 على 5. بقت العملية جميلة جدا، نعرف نسمي اي ايه؟ اي صمام يجينا. طيب انا كده عرفت تسمية الصمام وعرفت وظيفة الصمام التحكم التوجيهي، ان هو هيتحكم لي في توجيه الهواء المضغوط داخل دوائر التحكم الايه؟ النيوماتيكية. طيب انا عايز اعرف بقى الصمام ده ليه انواع؟ ليه انواع، عندي نورمالي اوبن وعندي نورمالي كلوز. اول ما تلاقي الوضع الاولاني اللي بعد السبرينج ريتيرن او اداة التشغيل على طول من جهة اليمين، اول وضع بتاعك لو السهم نازل لتحت في بداية التشغيل مش هيشغل، هيوقف، يبقى ده اسمه صمام تحكم توجيهي نورمال كلوز، ده ما بيشغلش ده بيفصل. طيب انا عايز اقول لو اول وضع ده ما كانش السهم بتاعه راجع وكان طالع، في الحالة ده ديت هيكون صمام تحكم توجيهي نورمال ايه؟ open وليس normal close. ده كده صمامات التحكم الايه؟ التوجيهيه. مع بعضينا بقى نبدا في نوع اخر من الصمامات وهو صمامات اللا رجعيه. الصمام اللا رجعي، الصمام اللا رجعي هو من اسمه صمام لا رجعي، يعني بيودي ما بيرجعش. يعني ايه؟ يعني صمام يسمح بمرور الهواء المضغوط في اتجاه معين وعدم السماح برجوع الهواء في الاتجاه المعاكس مرة ايه؟ مرة اخرى. يبقى صمام اللا رجعي هو صمام يسمح بمرور الهواء المضغوط في اتجاه معين وعدم السماح برجوع الهواء في الاتجاه الاخر. هل الصمام اللا رجعي له انواع؟ ايوه له انواع. النوع الاول اسمه الصمام اللا رجعي البسيط. الصمام اللا رجعي البسيط هو اللي وظيفته بيسمح بمرور الهواء في اتجاه واحد وعدم السماح لرجوع الهواء في الاتجاه الايه؟ الاخر. ده كده الصمام اللا رجعي البسيط. طيب انا عندي صمام تاني اسمه صمام التحكم في التدفق، بس قبل ما اقول لك ده لازم اقول لك ان الصمام اللا رجعي في منه انواع اخرى. صمام اللا رجعي في منه الصمام اللا رجعي البسيط، في منه الصمام اللا رجعي مرشد التشغيل، في منه الصمام اللا رجعي الخانق، وفي عندي صمام لا رجعي خانق مزدوج. يعني انا عندي من الصمامات اللا رجعيه انواع كثيره جدا في دوائر تحكم النيوماتيكيه.
صمام اللاراجعي البسيط بيسمح بمرور الهواء في اتجاه واحد وعدم رجوعه في نفس في الاتجاه المعاكس مرة أخرى. صمام اللاراجع مرشد التشغيل بيسمح بمرور الهواء في اتجاه وسماح برجوع الهواء في الاتجاه الآخر، ولكن بنسبة ضغط ايه أقل. صمام اللاراجعي الخانق ده بياخد وظيفة الصمام الخانق والصمام اللاراجعي مع. تمام، يبقى أنا عندي دلوقتي بقى عايزة أقول يعني ايه صمام خانق. صمام الخانق ده هو صمام هيتحكم في معدل تدفق الهواء المضغوط في دوائر التحكم النيوماتيكية. طيب بناء على التحكم في معدل تدفق الهواء المضغوط في دوائر التحكم النيوماتيكية هتحكم في سرعة حركة السلندر، هتحكم في سرعة حركة الايه السلندر. يعني الصمام ده كده عبارة عن ايه؟ عبارة عن صمام خانق. يعني ايه خانق؟ يعني بيخنق مكان الايه؟ مكان الهواء. القوسين اللي معمولين دول ده مكان مرور الهواء. كل ما القوسين دول عبارة عن مساحة اللي بيمر بيها فيها الهواء، كل ما مساحة مرور الهواء قلت كل ما معدل تدفق الهواء في الصمام قل، وبالتالي سرعة السلندر بقت منخفضة. طيب الصمام ده في منه أنواع؟ أيوه في منه أنواع. في منه الصمام الخانق البسيط وهو ده بيتحكم في معدل تدفق الهواء المضغوط في كلا الاتجاهين، ولكن الصمام الخانق اللاراجعي اللي هو تحتيه دوت هو بيتحكم في معدل تدفق الهواء المضغوط في أحد الاتجاهين، في أحد الاتجاهين. يعني الصمام الخانق البسيط يتحكم في معدل التدفق للهواء المضغوط في اتجاهي السريان الهواء، بينما الصمام الخانق اللاراجعي يتحكم في معدل تدفق الهواء في اتجاه واحد لمرور الهواء. ده كده صمامات التحكم في التدفق. طب عندنا بقى صمامات التحكم في الضغط. انا عايز اتحكم في ضغط الدايره اللي عندي، يبقى لازم اجيب صمام التحكم في الضغط. طب هدفه ايه؟ التحكم في معدل الضغط المسموح به في الدايره، وبالتالي تصريف الضغط الزائد على الكمبريسور بتاعي او على خارج الايه الدائره بتاعتي. طب هل في انواع من صمامات التحكم في الضغط يا ميس؟ ايوه في عندي اول نوع من صمامات التحكم في الضغط، صمام يسمى صمام التنفيذ، والنوع الثاني صمام التحكم في الضغط، وعندي نوع ثالث اسمه صمام تصريف الضغط، اسمه صمام تصريف الضغط. يبقى صمامات الضغط عندي كام نوع؟ صمام التنفيذ، صمام التحكم في الضغط، صمام تصريف الايه الضغط. طيب ده كده بالنسبه لصمامات التحكم في الضغط. احنا كنا قلنا ان انا عندي مجموعه من الصمامات. اول نوع احنا قلنا عليه صمام التحكم التوجيهي، وقلنا ان هو بيتحكم في توجيه الهواء او معدل التحكم في اتجاه توجيه الهواء بتاعي في دوائر التحكم الايه النيوماتيكيه، وقلنا ان انواعه بتتعرف عن طريق عدد الفتحات الموجوده في الوضع الواحد على عدد الايه الاوضاع. قلنا كمان ان عندي صمامات اللاراجعيه. صمام اللاراجعي دوت هو بيتحكم في معدل مرور الهواء في الدايره بتاعتي في اتجاه واحد وعدم السماح بمرور الهواء في الاتجاه الاخر، وده لما يكون صمام لاراجعي بسيط. يعني معنى كده ان في عندي انواع من هذا الصمام. ايوه عندي انواع من الصمامات اللاراجعيه. الصمام اللاراجعي البسيط يسمح بمرور الهواء في اتجاه معين وعدم السماح لمرور الهواء في الاتجاه الايه المعاكس. طيب الصمام اللاراجعي الخانق يسمح بمرور الهواء في اتجاه معين وبيسمح بردك بيسمح بمرور الهواء في الاتجاه الاخر، ولكن بمعدل ايه مختلف. طيب ايه الفرق ما بين الصمام اللاراجعي والصمام الخانق اللاراجعي؟ طالما ركبت صمام خانق مع صمام لاراجعي يبقى انا هنا هتحكم في اتجاه سريان الهواء ومعدل تدفق الهواء الاتنين في وقت ايه؟ في وقت واحد. من خلال الخانق
هبدأ أتحكم في معدل تدفق الهواء اللي هيصير في الدائرة، ومن خلال الرجعي هقدر أتحكم في اتجاه سريان الهواء. يبقى الصمام الرجعي لوحده يتحكم في اتجاه سريان الهواء المضغوط، والصمام الخانق لوحده يتحكم في معدل تدفق الهواء المضغوط في الدائرة، وبالتالي يتحكم في سرعة السلندر. طب لما أحط الاتنين مع بعض يبقى اسمه صمام خانق لا رجعي. طب وظيفته ايه دوت؟ بيتحكم في حاجتين، في اتجاه الهواء في الدائرة، وكذلك معدل تدفق الهواء في الايه؟ في الدائرة بتاعتي، وايضا سرعة السلندر بتاعي. تمام حبايبي؟ ده كده الصمام اللاراجعي الايه؟ الخانق. طب انا عندي صمامات خانقه، قلت لنا حضرتك ان في عندي صمام خانق بسيط، ايه الفرق ما بين الصمام الخانق البسيط لوحده والصمام الخانق اللاراجعي؟ الصمام الخانق البسيط يتحكم في معدل تدفق الهواء في دوائر التحكم النيوماتيكيه في اتجاهي السريان للهواء. يبقى الصمام الخانق البسيط يتحكم في معدل تدفق الهواء المضغوط في دوائر التحكم النيوماتيكية في اتجاهي الايه؟ سريان الهواء، وبالتالي التحكم في سرعة السلندر في اتجاه التقدم وفي مشوار الايه؟ الرجوع. طيب الصمام ده كده الخانق البسيط يتحكم في اتجاهي سريان الايه؟ الهواء، وكمان يتحكم في معدل تدفق الهواء في اتجاهي الايه؟ السريان، يتحكم في معدل تدفق الهواء في اتجاهي الايه؟ السريان. ولكن صمام التحكم التوجيهي الخانق مع صمام لا رجعي، خانق لا رجعي الاثنين مع بعض هيبقى وظيفتهم ايه؟ وظيفته ان هو يتحكم في معدل تدفق الهواء في اتجاه واحد للسريان، وبالتالي التحكم في سرعة السلندر في اتجاه ايه؟ في اتجاه واحد، اما مشوار تقدم او مشوار ايه؟ رجوع، حسب ما انت ما هتظبط الصمام في الدائرة. تمام حبايبي؟ ده كده بالنسبة للصمامات انواعها، قلنا صمامات تحكم توجيهية، صمامات لا رجعية، صمام الخانق اللا رجعي او صمامات الخانقة، اخر حاجة صمامات التحكم في الضغط. يعني ايه صمام يتحكم في الضغط؟ يعني صمام بيتحكم في الضغط الدايرة المسموح ايه؟ المسموح بيه. طب وده مهم قوي في الدايرة يا ميس؟ ده مهم جدا جدا، ده هو دوت اللي بيحميل الدايرة بتاعتي من الانفجار. ده احنا لو زودنا ضغط الدايرة بتاعتي في الهواء هبص الاقي الدايرة بتاعتي بتضرب، لانها اتظبطت على ضغط معين، او المفروض ان هي تشتغل على ضغط معين، وانا اديتها ضغط عالي جدا، فبالتالي ممكن يحدث لها ايه؟ انفجار. فصمام التحكم في الضغط هو اللي بيعمل موازنه ما بين الضغط اللي انا عايزه والضغط اللي جاي لي من الكمبريسور، وبيبدا يظبط الضغط المسموح به في الدايره على الضغط الايه؟ المثالي اللي احنا عايزينه في التشغيل بتاعنا. فصمام التحكم في الضغط ده صمام مهم جدا. طب احنا عندنا منه انواع؟ عندنا منه انواع، عندنا صمام اسمه صمام تنفيس الهواء، ده صمام تحكم في الضغط، وعندي صمام تحكم في الضغط اللي انا بحطه في اي مكان في الدايره، وعندي صمام تصريف الضغط الزائد، صمام تصريف الضغط الايه؟ الزائد، وده بيصرف لي الضغط الزياده اللي موجود في الدايره على خارج الايه؟ دائره التحكم النيوماتيكيه. بكده يا حبايبي احنا شرحنا السلندرات والصمامات. دلوقتي بقى احنا عايزين نعرف من السلندرات والصمامات ديت اقدر اشغل ايه؟ الدايره بتاعتي اللي هتشتغل دي هيكون شكلها ايه؟ نبدا مع بعضينا كده نشوف السلايد بتاعتنا. هنا هنبدا نعرض دوائر او عناصر تحكم نيوماتيكيه اللي انت بتشوفها في المعمل، الشكل الحقيقي بتاعها اللي انت هتشوفه في المعمل عندك. ده كده الصمام اللي قدامي، صمام 3x2 نورمال ايه؟ نورمال كلوز. نتعرف على عنصر اخر، صمام 3x2 نورمالي اوبن. هنبص مع بعض كده على السلايد يا ولاد، هنبص مع بعض على السلايد بتاعتنا. تمام، السلايد بتاعتنا الاولى دي هي بتشرح لي ايه؟ ده عباره عن صمام، شكل الصمام على الوحده الحقيقيه بتاعتك يا ولاد. الصمام ده بزرار ايه؟ ده زرار ضاغط. يبقى انا عندي الزرار ده هو ده شكله هنا، ده زرار ايه؟ زرار ضاغط. طب الصمام ده كام على كام؟
قال لي 3 على 2، 3 على 2 نورمال ايه؟ نورمال كلوز. حلو قوي. طب في نوع تاني منه؟ اه صمام 3 على 2، ولكن هو هنا في الوضع بتاعه نورمال ايه؟ نورمال اوبن. يبقى ده صمام 3 على 2 نورمال ايه؟ نورمالي اوبن. طيب عندنا ايه كمان؟ قال لي صمام 5 على 2. عرفنا ازاي ان هو 5؟ لان احد اوضاع التشغيل بيحتوي على 5 فتحات وعندنا وضعين، يبقى انا عندي هنا صمام 5 على 2. طب ايه المفتاح ده يا ولاد؟ ايه المفتاح اللي موجود فيه ده؟ قال المفتاح ده اسمه المفتاح الاختياري. مفتاح ايه يا ولاد؟ مفتاح اختيار. يعني ايه مفتاح اختيار؟ يعني اقدر اختار بيه مشوار التشغيل، اقدر احدد من خلاله مشوار التشغيل. ليه؟ لان هو بجريدة مسننة، تكة بتنقلني على سنة، تفتح لي مساحة معينة من الهواء بتخلي السلندر يتحرك بمسافة مناسبة لطول مشوار السنة اللي انا حركتها دي. طب انا عايز احرك سنتين، يبقى طول مشوار السلندر عندي هيزيد. يبقى ده كده اسمه مفتاح ايه؟ مفتاح اختيار. مفتاح ايه؟ اختيار. وده اسمه صمام 5 على 2. طب الصمام اللي جاي ده 3 على 2، ماشي، مغلق في الوضع العادي اهو. صمام 3 على 2 مغلق في الوضع الايه؟ العادي. كمان صمام 5 على 2 احنا قلنا عليه بمفتاح ايه؟ الاختيار. عندي صمام بقى يا ولاد دلوقتي 3 على 2 ببكره رفع، ده بيشتغل عن طريق ايه؟ بكره اللي هو الليمت سويتش، بكره رفع، تشغيل ميكانيكي. تشغيل ايه؟ ميكانيكي. يبقى ده انا عندي صمام 3 على 2 مغلق في الوضع العادي بيعمل عن طريق ايه؟ بكره رفع، بيعمل عن طريق بكرة رفع. يبقى ده صمام 3 على 2 مغلق في الوضع العادي يعمل عن طريق بكرة الايه؟ بكرة الرفع. طيب عندي بقى حاجة اسمها حساس مسافة نيوماتيكية، ده سنسور يا ولاد، ده سنسور. سنسور بيشتغل بضغط الهواء، سنسور بيشتغل بضغط الايه؟ الهواء. يبقى ده رمز السنسور اللي بيشتغل بضغط الايه؟ الهواء. عندي مؤقت، المؤقت ده اللي هو التايمر، التايمر ده اللي بيقيس لي الوقت بتاعي. طب التايمر ده مغلق ولا مفتوح في الوضع العادي؟ ده تايمر مغلق في الوضع الايه؟ العادي. طب اعرف ان هو تايمر ازاي؟ شايفين الجزئية دي مكتوب عليها حرف الايه؟ حرف التي، ده اللي بتعد الوقت، التايم. دي الجزئية اللي بتدي الهواء، يبدأ الهواء يبدأ يشغل العنصر بتاعي بعد ما تعد لي الزمن ايه؟ الزمن بتاعي. معنى كده ان انا بشغل وبعمل شرط للتشغيل بعد زمن معين. عشان اعمل شرط التشغيل بتاعي بعد زمن معين لازم اركب في المنظومة النيوماتيكية بتاعتي التايمر. والتايمر ده عندي حاجة اسمها اون ديلي تايمر وعندي اوف ديلي تايمر. الاون ديلي تايمر اللي هو التايمر اللي هو مفتوح في الوضع الايه؟ في الوضع العادي، اللي هو بمجرد ان انا احط فيشة الجهاز الاقي الوقت عندي بيعد ويشتغل بعد زمن ايه؟ زمن معين. طب ايه هو الاوف ديلي تايمر؟ الاوف ديلي تايمر دوت اللي هو قبل ما المكنه تفصل الاقي ان الكهرباء اتقطعت من المكنه، ولكن المكنه لسه ما فصلتش، المكنه هتفصل بعد 3 دقائق. يبقى انا عندي حاجه اسمها الاون ديلي تايمر والاوف ديلي تايمر. ايه الفرق ما بينهم هما الاثنين؟ الاون ديلي تايمر ده تايمر بيعد او بيبدأ يشغل المكنة بعد زمن معين، زي ما بنشوف كده يا ولاد في مكنة تصوير الاوراق. احنا بنشوف المكنة ديت بنحط الفيشة ولاقي ان المكنة لسه بتسخن علشان بعد كده تبدأ تعمل ستارت، على الستارت تشتغل. تمام؟ يعني انا دلوقتي حطيت فيشة المكنة ودوست ستارت، المكنة ما سحبتش الورق وما عملتش عملية الايه؟ التصوير. طيب في الحالة ديت المكنة ديت بقى بتاعتي ايه اللي عطلها كده؟ انا حاطة تايمر جواها اسمه الاون ديلي تايمر، ده بيعمل ايه؟ بيأخر اشارة التشغيل شوية حسب الوقت اللي انا حطاه او ظابط عليه الايه؟ التايمر بتاعي للمكنة ديت. عندي المكنة ديت هحط الفيشة هتقعد 4 ثواني كده وبعد كده تشتغل. يبقى انا شرط التشغيل للمكنة ديت انا اللي عامله،
عامله عن طريق ايه؟ عن طريق عناصر التحكم النيوماتيكيه، حاطط تايمر، والتايمر ده مسميه اون ديلي تايمر علشان هو هيعد وبعد كده يشغل. طب لو انا عايز المكنه تفصل بعد وقت معين، يعني انا شلت فيشه المكنه وسامع الموتور شغال، طب انا شلت الفيشه ازاي الموتور لسه شغال؟ لان التايمر بتاعي اللي انا حاطه اللي هيخزن الاشاره الكهربائيه اللي عندي هيبدا يفصل الاشاره الكهربائيه المخزنه داخل الماكينه بعد عدد الثواني اللي انا ظابط عليها التايمر. يبقى طالما هيفصل الاشاره بعد زمن معين يسمى هذا النوع من التايمر الاوف ديلي تايمر. تمام يا ولاد؟ طب انا عندي احيانا كده بلاقي لمض للدات كده تنور وشويه وتفصل شويه، طب ايه اللي بيتركب هنا ده؟ ده حاجه اسمها يا ولاد تايمر بالس. تايمر بالس بيدي ثانيه يبدا يفتح فيها وثانيه ايه؟ يقفل فيها، يبقى انا عندي ده بيفتح ويقفل بوقت ايه؟ معين باستمرار، بيكرر الاشاره بتاعته بايه؟ باستمرار، يبقى ده اسمه تايمر بالس. يبقى انا عندي في انواع التايمر ثلاث انواع، الاون ديلي تايمر والاوف ديلي تايمر والبالس ايه تايم. تمام حبايبي، ده كده بالنسبه لنا كان اجزاء او صمامات تحكم التوجيهيه وانواعها، وكمان التايمر اللي عندي اللي ممكن اشغل بيه العناصر تحكم نيوماتيكيه وانواعه. ده كده اللي قدامي ده مؤقت نيوماتيكي مغلق في الوضع الايه العادي، صمام التحكم في التدفق. صمام التحكم في التدفق ده احنا قلنا عليه ان احنا عندنا صمام الخانق البسيط، وقلنا ان هو بيتحكم في معادلة تدفق الهواء في اتجاه السريان، وده صمام التحكم في التدفق الخانق اللاراجعي. بص يا اولاد، هنا انا حاطط خانق، صمام خانق، وحاطط معاه لاراجعي. صمام الخانق اللي راجع ده ايه فايدته؟ يتحكم في معدل تدفق الهواء وكذلك اتجاه حركة الايه الهواء في الدائرة، وبالتالي يتحكم في معدل سرعة حركة السلندر. ده كده صمام التحكم في التدفق. طب احنا عايزين نعرف يعني ازاي اقدر اتحكم في سلندر مفرد التأثير تحكم مباشر. هنبدأ بقى دلوقتي نشتغل شغل الدوائر، دوائر التحكم النيوماتيكية. أنا عندي دايرة بسيطة، والتحكم اللي قصاد ده مسمياه تحكم مباشر. ليه تحكم مباشر يا ولاد؟ لأن أنا جبت من الكمبريسور دخل على الصمام على السلندر على طول. طالما مفيش وسيلة اتصال هواء أخرى بعد الصمام ده للسلندر، يبقى ده اسمه التحكم الإيه؟ المباشر. يبقى ده كده التحكم المباشر. طيب انا عندي هنا في الحاله ديت انا جبت الصمام وحطيت صمام تاني وبعد كده السلندر، يبقى ده اسمه التحكم الغير مباشر في السلندر مفرد التاثير. ده التحكم الغير مباشر. يبقى التحكم المباشر من السلندر، من الصمام للسلندر على طول. التحكم الغير مباشر من الصمام لصمام اخر ثم الايه ثم السلندر. ده كده التحكم في السلندرات مفرد التأثير سواء كان تحكم مباشر او غير مباشر. ده كده شكل الصمام اللاراجعي، واحنا قلنا ان الصمام اللاراجعي فيه منه صمام اللاراجعي البسيط، واللي قدامنا ده صمام اللاراجعي مرشد التشغيل، وده بيتحكم في اتجاه حركة الهواء في احد الاتجاهين وفي الاتجاه الايه الاخر. يعني ده بيتحكم في مرور الهواء في اتجاهي السريان للهواء. ده كده يا اولاد احنا عرضنا في حلقتنا الجميله النهارده ديت عناصر منظومات التحكم النيوماتيكيه، ومن خلالها عرفنا انواع السلندرات، وايضا عرفنا انواع الصمامات، وعرفنا ان السلندرات عندي مفرد التاثير ومزاج التاثير، وعرفنا ان انواع الصمامات عندي صمامات التحكم التوجيهيه وصمامات اللاراجعيه وانواعها، وصمامات التحكم في التدفق، وكذلك الصمامات التحكم في الضغط. كل هذه العناصر لازم نذاكرها كويس جدا ونفهمها كويس جدا. كمان عرفنا انا ممكن استخدم العناصر دي في ايه؟ في ان انا اعمل دايره توصيل مباشر وتوصيل غير مباشر، واتحكم في سلندر مفرد الايه؟ مفرد التاثير. تمام يا حبايبي، وبكده احنا وصلنا مع بعض لنهايه حلقتنا الجميله. اترككم في رعايه الله وامنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. سلام يا شباب.